La figura de Mohamed Ben Abdelkrim el-Khattabi es una figura históricamente muy importante en el contexto de la historia española contemporánea. في الأدبيات الرسمية لن تلقى ذكرا مجيدا كالذي يستحقه محمد بن عبد الكريم الخطابي. الفرنسيين درسوا حركة عبد الكريم، حركة تحرير الريف بكل صغيرة وكبيرة. أجانب بيظهروا الشخصيات العربية، النضال في كل مكان بيدافعوا عنه، إحنا لا. هذا ما قصدته عندما كتبت التاريخ المحاصر أو المحاصر، كل واحد يقرأه كيفما أراد، فهو محاصر من قبل أولئك الذين كانوا يخافون منه، ومحاصر لأنه حاصرهم إلى درجة أنهم كانوا يخشون منه وهو ميت. حتى بعد موته كانوا يخافوا منه، لأنه هو كان كيطالب بالديمقراطية ويطالب بالحقوق الإنسان وبكل شيء، وطبعا في ناس ما كانوش باغوا هذا الشيء. إن كل رئيس دولة يمحي التاريخ وما يجيبش سيرة اللي فات ما عدا شخصيته هو بس، ده مش مقبول. يعني عبد الكريم الخطابي ده ما تاخدوش كده على انه عبد الكريم الخطابي او راجل ناضر او راجل كافح، ده اسطوره. السلطان الذي كان يحكم المغرب قبل الحماية يعني اتفق مع الفرنسيين ومع القوى العظمى آنذاك على توقيع معاهدة الحماية. شهدت أسرة الخطابي أن هذا المغرب الرسمي يستسلم. عبد الكريم الأب كان معينا من طرف مولاي الحسن من منتصف القرن التاسع عشر ككبير القضاة وقائد محلي كبير. عبد الكريم الأب رأى أن يهيئ أبناءه للقيادة، فبعث محمد إلى القرويين. ثم ذهب إلى القرويين واكتشف أن العلم الذي يقدم في القرويين قد يصلح لعصور الانحطاط ولا يمكن أن يصلح لمغرب يريد أن يتحرك للأمام. ذهب محمد ليدرس في الأكاديمية الموجودة في مليليا، أكاديمية اللغة العربية وتلفيت. وعندما التحق بمدينة مليليا وأصبح هناك أولا معلما ثم صحافيا، وأيضا كان يساهم في جريدة التلغرام ذا الريف. عبد الكريم sobre todo en la primera fase entre 1906 y 1914 él está a favor de la presencia española en Marruecos pero siempre en una penetración pacífica y pedagógica, es decir, algo que pueda aportar al pueblo a elevar su nivel de vida. Él también se puede decir que en principio estaba con la penetración militar. عائلة الخطابية كانت تعتقد بأن الإسبان قد ينفعون الريف، قد يساعدون الريف في النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. ثم تطور به الحال أن أصبح يترجم للمخابرات الإسبانية، وكانت لديه صداقات كبيرة مع كثير من العسكريين ومن السياسيين الإسبان.
وصل إلى درجة عشق الحضارة الغربية دون أن تمس كرامة الإنسان من خلال الاستعمار. Yo pienso que Adelcrin tenía la esperanza de que España, un país más poderoso, pudiera de alguna forma civilizar, entre comillas, el norte de Marruecos, introducir carreteras, edificios sanitarios, escuelas, puertos, que tuviera una posibilidad de elevar el nivel de vida. أثر فيه أكثر هو الحرب العالمية الأولى التي رأى فيها المناورات. Y a partir de ese punto una serie de visiones encontradas y diferentes a propósito de la política exterior, a propósito también de política interna de la región. تهم من قبل الإسبان بأنه يتعامل مع الألمان. اكتشف الأسبان أن له ميولا للتصرف بمفرده بحساباته الخاصة. ففضلوا يعني أسره وسجنه سنة 1915. أطلق سراحه وبعد ذلك أخذ يحضر نفسه لمرحلة قادمة لا بد منها. عبد الكريم أدرك أن الاستعمار لا يريد الخير، أن إسبانيا لا تريد الخير لهذا البلد. كان يعرف أيضا ماذا يدور عند الإسبان لأنه عاش معهم، وكان يعرف أيضا طموحاتهم الاستعمارية من أجل أن يعوضوا ما خسروه في كوبا وفي مانيلا في الفلبين. وكان هناك عمل سابق قد أسس له والده، وكان هناك عمل سابق قبل والده أسس له محمد الشريف أمزيان. محمد بن عبد الكريم الخطابي كان قد قاد مقاومة ضد الاستعمار الإسباني في بداية العشرينيات، وبالضبط في 1920-1919. بعد ذلك قتل مسموما. عبد الكريم في البداية لم ينادى به لا رئيسا ولا أميرا ولا شيء، وإنما كان ينادى بالفقيه. بالتالي كان يستطيع أن يكتسب مصداقية لخطابه أمام الجماهير. استطاع أن يؤلف ما بين القبائل وتنسى هذه القبائل الأحقاد القديمة التي كانت تنطوي عليها. بن عبد الكريم ارتفع بمستوى الفكر السياسي في المغرب من مستوى القبيلة إلى مستوى الوطن. كانت أنوال بالنسبة للأسبان كارثة كبيرة، لأنهم فقدوا فيها جنرالات، فقدوا فيها الجيش بكامله. الغطرسة التي كان يمثلها الجنرال سيلفستري أنه كان إنسانا مزهوا بنفسه، مغرور، يعتقد على أن الريفيين سينهزمون في أول مواجهة، وكان يقول لزملائه ولرفاقه في الجيش الإسباني على أنه بعد يوم أو يومين سنشرب كأس شاي في دار محمد بن عبد الكريم الخطابي وسيصبح الريف كله تحت سيطرة الإسبان.
شحال ماتوا ديال الاسبانيولين الحرف فانوال كانت مو خنيرن يخلو خنيرن سربوستري بقز من جيبو بذاك كيجري على رجلو قتلوه تما فانوال. استطاع أن يأسر الآلاف من الجنود الإسبان. الجيش بكامله 22 ألف نسمة كيمشيو في رمسة عين. قصة كفاح وتضحيات ومعاه الآلاف اللي قتلت واستشهدت دي بطولات تصلح أن تكون نور للأجيال القادمة كلها في جميع معاركها. كيف يمكن لرجل تلقى العلم في القرويين أن يقاتل هذه القوى الطاغية وهو مجرد من العدة والعدد؟ إسبانيول كان مقوم بالعسكر والمجاهدين يبقى في البارود نهار يومين ما يشربش ما ياكلش راه استنسم عاديك الشيء. المجاهدين كاينهم كل واحد بالسلاح اللي عنده عشرات تقرات كيقتل بها عشره اللي عنده عشرين كيقتل عشرين قلت له ماشي بحال اسبانيول. فعبد الكريم عندما سئل كيف انتصر وهو بهذا الضعف بهذا القلة العددية والضعف في العدد وكذا قال نعم نحن يعني لسنا فقط ضعفاء وإنما لا شيء وإنما عوضنا القوة الإسبانية بالقوة الأخلاقية. فالعبرة ليست بالعدد ولا بالعدة وإنما بالإرادة الإنسانية وبالإيمان بحقك في الحياة. حينما كان الناس يتحدثون في الخمسينيات يريدون التسلح وضمان موارد مالية لشراء السلاح يقولوا لهم لا أنا سلاحي عند العدو. استعادة الفوارغ القذائف وإعادة تعبئتها عمل مصانع لتعبئة القذائف مرة أخرى والغريب أنه لم يحصل على أي سلاح من الخارج. واخي يقدر دازان أنا تقول نتقول الله غار موات كل شيء دور غار موات الناس لا شان شحال وشان تيخرق عافياني وشان تقول وشي تقول السيد عبد الله الجغيم من موالد 1901 بدوار ولاد بوبكر قبيلة بني بوحية. وحسب ما أفادنا به فإنه كان من بين الناس الذين عايشوا تلك المرحلة المعروفة محليا بأسقوس نثار وريوين والتي يقابلها في اللغة العربية سنوات فرار الإسبان من القبائل تجاه مدينة ميليليا. وقال على أنهم حاصروهم بمختلف المراكز المتواجدة بالريف. لم يكن يكتفي بالانتصار في هذه المواقع ثم ينسحب كما جرت العادة في حرب العصابات ولكنه كان يحتلها ويثبت أقدامه بها. بعد الانتصار ديال الأنوال والانتصارات التي تلت أنوال لأن من أنوال وقعت معركة جبل عرويث ثم معركة الناظور ثم حصار مليليه